مسابقة اليوم بفامي المعالجة النفسية نسرين جبور، وموضوعنا الولد الدائم التذمر. نحن يمكن أوقات منحط أسباب مش كتير بتكون مظبوطة ودقيقة. اليوم رح نتعرف على أسباب كتيرة ممكن تخلي هالولد يكون عم بيناء كل الوقت، منه مبسوط بولا شيء ومش عايش بالعجب مثل ما نحن منقول بالدارج. صباح الخير نسرين. بونجور رانيا. يعني موضوع بفتكر شائع جدا وعم بيزيد شوي مع هيك مع تطور المجتمع مع التكنولوجيا. ليه عم بيصير في هالولاد اللي على طول عم بينقوا كأنه منه مبسوطين بشيء يعني، وما في شيء بيعني لهم، بيلعبوا باللعبة 5 دقايق وبينسوها بعدين؟ مزبوط. رانيا، السؤال الكبير اللي منبلش فيه انه قديه فينا نحنا نربي ولادنا ونحنا عايشين نربي مثل ما بدنا ومثل ما لازم، ونحنا عايشين بمجتمع استهلاكي بامتياز. يعني القعدة بطلت فيه انه هلا فيك هيدا هلا بعدين فيك هيدا، القعده هلا انه في كل شيء قدامك فيك تحصل على اللي بدك اياه وساعه اللي بدك. أر هيدا هي عكس التربيه الصحيحه. يعني التربيه الصحيحه هي انه نحط قوانين، انه نعرف نخليه اجل للولد، لانه هيدا الشيء ما بيخلق معه اصلا للولد. يعني مش من ساعه اللي بيخلق بيعرف انه انا بدي اجل البليزير والديزير تبعي. هدول الولد بده يتعلمون، ونحن براسنا لانه عم نشوف في هالمجتمع الاستهلاكي كله عنده كل شيء، بنفكر انه الولد اللي عنده كل شيء هو الولد اللي مبسوط والولد السعيد. ار كمان الولد الملك كالانفان روا هو الولد اللي منه مبسوط، يلي بده وبده وبده وما عم يكتفي. ما بيقعد يكتفي الولد، يعني هون عم نشوف شوي او عم نرجع على مبدا النعم ولا، يعني على مبدا انه نعم كل شيء مثل ما بدك، نعم بشتري لك كل هالالعاب، نعم بخليك تروح عند اصحابك ساعه اللي بدك. يعني بعد شوي رح بيقولوا له نعم ما تدرس. يعني قد ايه هالامور او قد ايه الاهل لازم يعرفوا وين حدود النعم ويتعلموا يقولوا لا؟ قد ايه لا مفيده هون معناتها؟ صح، لا هي كثير اساسيه مع الاولاد، ومثل ما قلنا انه الولد ما بيخلق بيعرفهم، الولد بده يتعلمهم. يعني الولد اول ما بتاخده كذا سنه، يعني اول ما بيخلق ما بيعرفهم، بده كذا سنه تقريبا للسبع ثمان سنين تيصير عنده مضبوط هالممنوعات وهالقوانين وهلا تيفوتوا تيصيروا انتيريوريزي عنده. يعني ليكي كم سنه بتاخده، لانه اول ما بيخلق الولد من 0 ل 12 شهر تقريبا هو بعلاقه سيمبيوتيك ذوبانيه مع امه، ما براسه ما بيعرف انه الام هي شخص مفصول عنه. يعني الام كانها ملزقه فيه، كانه انفرد شخص عم تعطيه تياكل، عنده البزوان، ما عنده ديزير كثير هو صغير، يعني عنده حاجات بده ياكل، بده يغير، بده تحمله، الام عم بتلبي له اياهم. هو حاسس حاله هالتو بويسان اومني بوتون، يعني هو الدنيا كلها الدنيا كلها بتبرم حواليه، هو كل شيء سنتري عليه. هلا وقت الام مثل ما دائما بنقول انه بدها تكون جود اناف، يعني مش كثير منيحه ولا سيفي زمان بون يلي عم نسمعه هلا كثير هالمبدا. هيدا وينيكوت قال انه بدها تكون سيفي زمان بون، يعني اوقات تعطيه الحليب اوقات بتتاخر عليه شوي، بصير يحس انه هو فرستري، هو محروم بمطارح، بصير يعرف انه مش انا عم لبي حالي لحالي، في شخص مفصول عني اللي هي امي، اللي هي اوقات بتعطينا اوقات بتحرمني. هون عمر السنة هون بس نوضح، مش يعني نحرمهم من الحليب يعني او الاكل، بس انه هون مثل كانه نوعا ما نعلمه شوي على الصبر. مزبوط، يعني اذا تاخرت عليه شوي صغيره هو ما فيها تلبيه دغري تعطيه قبل ما يحس بالحاجه، لانه بتلغي له اصلا الحاجه وبعدين بتلغي له الدزير، ما فيها، بدها تعطيه وقت لازم. بس مش معقول تكون ماشين عم تعطيه دغري على القد. يعني هالديفايونس الصغار اللي بيصيروا بحسسوا انه هي شخص منفصل، يعني على السنه بصير في هالسيباراسيون انديفيدياسيون بنسميها، هو شخص لحال هي شخص لحال. وقتها ببلش ساعتها يحس انه في فرستراسيون هالولد، وانه مش كل العالم بيدور حواليه. يعني هلا من بعد سنتين لست سنين الولد ما بيتقبل تقولي له لا، يعني بده على طول بيطلب بتجيبي له بدي اكثر، بعده هون ما بيتقبل وجهه نظر الاخر، بعده كمان وجهه نظره هي الصح. على كل حال بفتكر هون ما بيكون صار في المنطق الكافي عند الولد لحتى يفهم ليه او حيثيات الامور، وبنشوف كمان كانه هون الولد كل الوقت بده ياخذ العاب غيره، بده ياخذ ممتلكات غيره، يعني بصير فيها النوع من اذا فينا نقول التملكيه
عند ولد بهالعمر بالذات نسرين؟ ايه، لانه هو مثل ما كنا عم نحكي ببلش بالنارسيسيزم بريمير بنسميه، بعدين في هالانا خاصة سنتين ثلاث مبلش أنا ولموا وكله بده هو ولا. كله لحاله ولا ما بدي مزبوط وكله بيصير كله بده إياه لإله، يعني بعده ما بيعرف يأجل، بعده عايش بالإيسي إلو ماتونو بنقول يعني بالهلأ والهون، ما بيعرف إنه أنا فيي أنطر فيي أجل البليزير تبعي، مش عم نقول له البزوان يعني هو ما بيعرف اصلا بين البزوان والديزير، يعني مثلا اذا جوعان في اعطيه ياكل، بس اذا عبالي مثلا بيسكي في اجل هيدا الشيء، بعده ما عنده اياها هيدي النصو. بدنا نوصل معه للسبع سنين يلي مثل ما كلنا بنعرف هالستاد دو لاتونس ببلش يفوت يعني هو اروع عمر عند الاولاد يعني واكثر عمر فيه هيك اتزان فينا نقول ايه فيه رقي يعني بيعمل سوبليماسيون بنشوف بالاكتيفيتي بينجح بالرياضه بكل شيء بالدرس بيكون فوت القوانين الممنوعات وبيكون بلش بهالعمر يعمل سوسياليزاسيون يعني بلش علاقاته مع ايه علاقات اجتماعيه بلش يسمع بلش في وجهه نظر الاخر تفوت لعنده مش بس انا رايي ووجهه نظري هيدي بهالستاد تنوصل للادوليسانس نرجع هونيك الخفصه الكبيره يلي الادوليسان عن جد هو في كونفلي وصراع داخلي يعني فمنشان هيك يمكن هون اذا كان محضر مزبوط مع كل هالاعمار او كل هالباركور ليوصل لعمر المراهقه بتكون اخف يمكن اكيد كريزة المراهقه او هال بتكون اخف اكيد لانه هو تحضر واهله يعني ما نحن عم نحط عليه بس في الاهل كمان يعني كيف هن بيربوا بس هن كيف يعني هل هن اهل راضيين باللي عندهم؟ هل هن مكتفيين؟ هل هن ما بينقوا دائما؟ كمان يعني الولد عنده توندانس انه مش يعمل اللي بيقولوا عم يعملوه، يعمل اللي بيشوفهم عم يعملوه، قال هن كيف عم يتصرفوا؟ وكمان اذا هن استهلاكيين كثير وما بيتركوا شيء ما بيشتروه ما بيخلوه موجود بالبيت، بيشتروا اغراض يمكن اوقات ما بيستعملون، تاب ما بيلبسون، خلينا ناخذ اتصال نسرين قبل ما نتابع. الو الو بونجور اهلا وسهلا مين معنا؟ بليز بدي اسال الدكتوره نسرين سؤال تفضلي بدي اسالها انا بدنا نطلب منك لو سمحتي توطي صوت التلفزيون على الاخر تسمعينا بس من التليفون اهلا انا تيتا لبيبي عمرها 3 شهور بدي اسال اذا كان اي ساعه عم توعى بالليل اذا في بعد طعميه مره واحده يعني بتوعى على الساعه 11 بتاكل وقعه وعلى الساعه 4 بتاكل وقعه في طعميه على الساعه 4 يما لازم افطمها ما بعرف بدي اتصرف قالوا لي لانه عمري 3 اشهر مفروض ما ياكل بالليل شكرا لاتصالك مدام خوري رح منجرب نجاوبك بهالوقت القصير مهضومه تيتا بدي افطمها يعني كانها هي اللي عم بتربي يعني وهي عم نشوفها كثير حاليا مع وجود او مع عمل السيدات المستمر مزبوط هيدا عملنا عنا حلقه قبل 100% هو افضل ولد اكيد انه ما ياكل بالليل يعني بتجرب تعطيها مي رح تبكي اول يوم وثاني يوم بفتكر انه ثلاث ايام ترجع بتتعود الافضل ما ياكل الولد بالليل ممكن اكيد يتصلوا بحضرتك تحت الهواء لكل المواضيع اللي ما لها علاقه بموضوعنا اليوم اكيد ممكن نخصص حلقات لهالموضوع معك نسرين اليوم يعني دور الاهل شو اذا بدنا نحكي عمليا اليوم على الارض كيف بدنا نتصرف كاهل فينا نعمل هيك مثل قاعده عامه لكل هالمراحل او لكل هالاعمار نسرين كيف بدنا نعلم الولد على الصبر كيف بدنا نعلم الولد انه ما ياخذ كل شيء بده اياه هلا بهاللحظه وقد ما كان عم بكلف يعني هون اذا عم نحكي عن الولد الاستهلاكي معناتها الاهل عم بحطوا كثير من 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 يعني من عملهم من تعبهم على اشياء اوقات تكون مش كتير إلى قيمة كأنه عم بعوضوا عن غيابهم عن البيت نسرين أو صح. على عملهم يعني صح صح الأهل ما بيعرفوا أنه هي العاطفة هي الأساس يعني هن الولد وقتا يطلب مش ضروري عم يطلب قصص ماتريال هو عم يطلب عاطفة بس هن برأيهم أنه هو اللي بيجاوبوه مش مثل الضمان تبعيته يعني بيجاوبوه بغراض عم جيب لك هدايا عم جيب لك ألعاب كأنه عم بيعوضوا مثل ما قلتي عن هالنقص البريزانس منهم كتير موجودين والنقص العاطفي الأصح هو أنه الأهل يكون في حوار بالبيت ما بيعرفوا العالم قد ايه الكلمة نحن عالم عنا كلمة قد ايه الكلمة مهمة يعني كلنا بالتحليل النفسي
بنشتغل على الكلمة. لو بوفوار دو لا بارول أو سلطة الكلمة وقوة الكلمة ونتيجتها قد إيه بتكون أوقات قوية. منشان هيك دائما اختيار الكلمة المناسبة والوقت المناسب، حتى لما بيكون في غضب، لما بيكون في مشكل، صح. كلمة واحدة ممكن تتأول مشكل، كلمة واحدة ممكن تنهي مشكل، صح. يعني والولد هيدي مشكلته انه مش دائما عنده الكلمه الصحيحه بالمطرح الصحيح، يعني اذا حس بغضب اوقات ما بيعرف يعبر الكلمه عن هالشعور بالكلمات عن هالشعور. عشان هيك كثير بنلعبه نحن جو دو فيزاج للاولاد، يعني وجه مثلا غضبان، هالوجه طيب فهمنا انه عم يغضب بس ليه؟ بنصير نحط احتمالات، بنعيره كلمات لهالولد انه ممكن يكون غضبان لانه حدا زعله، ما بعرف صار شيء، بصير يعطيني هو هالاحتمالات وانا ساعده، بصير عنده كلمات على الشعور يلي بحسه. اهم شيء يكون في هالكوميونيكاسيون ويكون في سمع من الاهل، لانه مش دائما الاهل بيسمعوا. وقت نقول سمع عن جد ينكوت بيغيان، خصوصي هلا مع كل وسائل التواصل الاجتماعي، مع الواتساب مزبوط. كل الوقت مع هالتليفون يلي ما بيوقف يرن وما بقى له وقت. يعني نحن بنعرف من زمان كان بالمكتب يدق تليفون كل النهار، صح. بعد الظهر ما في شغل مزبوط. يعني ومشكلة الناس معهم الرقم، فهون عن جد قدي هالاستماع هلا كثير ما في ما يعني الولد بحس، الولد بتعرفي قدي ذكي، بحس كثير منيح انه ما عم يسمعوني منيح، بلاقي انه انا اذا بصرخ اذا بنق اذا على طول بطالب انه بيسمعوني احسن، بفتكر تيسكتوني بيعطوني يلي بدي اياه. فاهم شيء نسمعه نعلمه يسمعنا كمان، يعني وقت يكون اون بلان كريز فينا نعبطه، فينا نقول له انه نحن بنحبه على كل الاحوال، بس او نحطه باوضه لحال بيعمل كريزته شوي، نرجع نجي بنعبطه ونقول له انه فينا نعبر بالحكي. نسمعه ونخليه هو يسمعنا. خلينا ناخذ اتصال ثاني. الو الو بونجور، تفضلي مين معي؟ يعطيكم العافيه، اهلا فيكي مدام غوش من جباب، تفضلي. بدي اسال، عندي ابني عمره 16 سنه وهو كل اللي عم تحكي عنه المدام انا موجودين عنده، ما بيسمع الكلمه، عنيد، كان شاطر بالمدرسه تراجع لورا وبيتاثر برفقاته اكثر من اهله، بحسنا اعداء انا وبيو كل ما بدنا نحكي، وعصبي على طول على طول صوته بالعالي. هل هو متطلب كمان؟ انه كون صديقه له اتقرب وفهمه وقول له ابدا، مفروض كل جمعه يطلع من البيت على طول مع رفقاته، السلولير عم بياخذوا معه على المدرسه وبيردوا معه ومتراجع كثير بالمدرسه، يعني وصولي من المدرسه كثير متراجع وكثير متاثر برفقاته، ويعني بدنا نروح مشوار لا هو بده ينقي المشوار اللي بده يروح فيه، وبدنا نعمل له مثل ما بده، يعني بهالعمر هيدا 16 سنه كثير عم بعاني معه، شو المطلوب؟ شكرا لاتصالك مدام غوش، اكيد في حلقات تخصصت على هالموضوع، موضوع اذا بتحبي ترجعي تزوري صفحه ام تي في الايف على فيسبوك او ويب سايت الام تي في بفقره فاميلي، موجود كذا حلقه عن موضوع المراهقين بشكل خاص. رح بتجرب تجاوبك نسرين سريعا. جاوب سريعا، مثل ما قلنا الادوليسان هو بطل صغير وبعده منه كبير، يعني هو ضايع، في صراع جواته، في ضي، في حداد على الطفولة، على الطفولة في حداد على الطفولة، وبده يعمل هويته وهويته الجنسية، أكيد في لا تيعمل هويته بده يعارض، ما بده يكون متفق أكيد مع أهله ولا يكون مثلهم وما ما بده يكون مزبوط، وبيصير بده يلاقي جروب تا يصير هويته بتشبه هالجروب. هون الخطورة، ننتبه أي جروب بده يكون، لأنه أوقات ممكن حيلا جروب، ممكن أوقات في بيصيروا جروب يمكن توكسيكومان تعاطي بس انه في ايدنتيتي معينه، يعني هون بدنا ننتبه على الجروب، يعني هون لازم كمان تترك له مجاله ولكن تضل عم بتراقبه من بعيد لحتى تتفادى المشاكل او المعشر يلي ممكن يكون عم بيضر فيه نسرين. وتجرب دائما تحكي ومش انه ما تركاج، مش وما شوي لا تحكي شوي 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 ساعة اللي بدك انا عم بسمعك. بهالدقيقة الباقية نسرين حكينا عن الحرمان، قد ايه فينا اوقات نترك الولد انه نقول له لا هلا ما فينا نعمل هالشيء، ما فينا نظهر اليوم، ما فينا نروح نشتري هالغرض، لاي ليميت ممكن توصل، لاي حدود هالحرمان؟ احسن ما نضل نقول لا كل الوقت كمان. اكيد بدنا نقول ايه باوقات تنقدر نقول لا، يعني ما فينا نقول لا اذا ما كان في ايه، يعني وقتها هالولد يعمل شيء ويقول ونشوفه انه فريمون عمل شيء منيح، نعرف نقول له برافو، نعرف نقول له ميرسي تيتعلم يقول لنا ميرسي، بس يشوف انه نحن وقت عم يعمل شيء منيح عم نقدر بصير يقبل اللا منا، بس اللا مجبوره تكون ما فينا لا بدها تكون مقابل ايه
كمان مقابل نعم مثل ما قلنا بتكون في ايه تيكون في لا، يعني ما في بيكون في توازن إيه، يعني ما فينا نجي نكب عليه لا لا وممنوع نكبهم هيك دفع على الولد واخر شيء وننسحب، لا بده يكون في قصص عم نقبلها معه طب بعدين نقدر لا نقطعها كمان. ممكن كمان هلا بقرب الاعياد تكون مناسبه لحتى نعرف نخليهم يصبروا اكثر لحتى يعطوا يظهروا من حاله ويعطوا هن كمان يعني ما يضلوا هن الساطر، يعرف يعطي هيدي مناسبه تفريما الولد يعرف يعطي بهالعيد مش بس ياخذ بدي هيدي كثير مهمه هي ما بيعرفوها الاولاد كثير. صحيح بيعرفوا اوقات كمان قد ايه مكلفه الامور اذا كانوا هن مجمعين شويه ارجون دو بوش ويشتروا هدايا ان كان لاخواتهم او لاهلهم، فكمان هون مهم يمكن وفينا نعطيه نحن من وقت للتاني الارجون دو بوش ونقول له انت هيدا اللي معك بدك تصرفه، اوقات بيصرفوا بسرعه وبيعرف انه عن جد غالي القشره وما بقى معاد وبصير يخففوا طلبات اوقات منيحه. شكرا لك نسرين، فعلا معلومات مهمه كثير، اهلا وسهلا فيك نسرين. ميرسي رانيا. رح ناخذ وقفه سريعه ومنتابع مع ايت سمارت، خليكم معنا.